في مدينة الطائف في قمة سعودية عبر البطولة العربية، هنا في نسخة استثنائية من البطولات العربية تحمل اسم غالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وجائزة كبرى للبطل، أكبر جائزة بتاريخ البطولة 10 مليون دولار. البطولة التي شهدت انطلاقة بنزيمة وأول أهدافه، وتشهد حضور رونالدو، ولو أنه ليلة البارحة كونان ياخذ كرة، أو يوم أمس هي كانت ليلة البارحة بالنسبة للاعبين النصر في اليابان. الكرة فيها صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة، كونان يحصل معها على مخالفة، ركلة حرة مباشرة بإشارة النصراوية من الغنام، ملعوبة مرسلة إلى منطقة الجزاء، كيم سونغ خروج، إبعاد الكرة للنصر في الطرف الأيمن. النصر يواصل هجومه الآن بعرضية، وعبد الفتاح آدم راسية البدلاء، كمية من النجوم عند مدرب ماضية. الكرة للشباب على اليسار، المرور والعرضية، الكرة عدت من أحمد عبدو، ترجع لصالح النصر. النصر في بعد كرة واصلة من الكرة في الجهة اليسار، الشباب مع كرة مع انطلاقة ووصول إلى منطقة الجزاء، حاول شبابية باليسار، سبياني عدى، سبيان انطلق ولعب كرة عرضية لكنها إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى للفريق النصراوي عند نواف العقيدي. عدت الكرة على اليوث لفتالية التصفيات الآسيوية لكأس العالم للشباب، الكرة واصلة إلى خارج أرضيات الملعب إلى ركلة ركنية، عدت من نواف العقيدي واصلة لخارج أرضيات الملعب. ناصر الشباب معودة بالكامل لأغلب العناصر النصراوية، الكرة بالرأس، نواف فشل في إبعاد الكرة لكن نجح الدفاع في إبعادها، الكرة ترجع، الكرة اللعبة داخل المنطقة، إبعاد من الدفاع الشبابي، ترجع الكرة بالرأس واصلة والتدخل في إبعادها، الكرة ترجع للشبابيين ساقطة في منطقة الجزاء، عدت من إياغو سانتوس، الركلة الركنية تعود للشباب للمرة الثالثة على إياغو سانتوس. النصر يواجه هجمات شبابية، نواف العقيدي أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية في وسط الملعب إلى فواز، فواز في منطقة الجزاء يلعبها عرضية، عدت الكرة على الشباب، ضاعت الفرصة على الشباب، وفرصة جديدة الشباب لا يستثمرها. كل سلام على الثقل الكبير عند بانيقا، لكن الكرة ترجع للنصر والمحاولة سكور تدخل فيها في لحظة حاسمة، الغنام بمنطقة الجزاء ومن أمام سكور أبعد الكرة، قراءة ناجحة من سكور في اللحظة الأخيرة، أنقل المدبر في الشباب، يلعب كرة طويلة في الأمام على الجهة اليمين، وخروج من العقيدي في اللحظة الأخيرة، تمكن من السيطرة عليها نواف العقيدي، والصافرة جاءت بقرار تسلل يبدو لي رأي نصراوية. العرضية راحت للغنام، سكور في تغطية ممتازة من أمام الغنام، الصافرة بداية المباراة الجوعي، الكرة لعبت في الجهة اليمين، النصر مع المحاولة، السقوط بمخالفة، السقوط بمكان مهم جدا لصالح النصر، كرة ثابتة وركلة حرة مباشرة من نهاية زمن شوط المباراة الأول، الوقت الأفضل للتقدم لكن كنا لعبها بعيد، كرة مقطوعة للشباب إلى إيفر بانيقا، تقدم بانيقا في صافرة ومخالفة، ركلة حرة مباشرة وبطاقة صفراء، بطاقات الصفراء كثيرة في بانيقا، بانيقا بانطلاقة وتمريرة واصلة في الجهة اليمين العرضية، عبد الله مادو أعطاه لحارس المرمى لكن مخالفة، يسار واصل الكرة عند إيفر بانيقا. في هذه اللحظة أيها السيدات والسادة، أعلن حكم المباراة السيد لطفي بكواسة عن نهاية أحداث شوط المباراة الأول في تمبكتي، إياغو سانتوس، فواز صقور، بانيقا، رياض شراحيلي، ماجد كمبا، هتمبا هبري، وعبد الله الجوعي الذي غادر ملعب المباراة وجاء في مكانه تركي العمار. الأمام المحاولة شبابية لعبت في الجهة اليسار واصلة إلى صبياني، التغطية من أمام تاليسكا، يستمر في انطلاقته ومروره وتسديده، كيم سونغ يتصدى لتسديدة رائعة، تالين أليكس يمررها في اليسار، علي الحسن عاد تنطلق ومرر كرة لكنها إلى كيم سونغ، كيم سونغ يواصل تألق اللي كان عليه، والمختلفة جدا في المعسكر الإعدادي، الكرة في اليسار لكنها مقطوعة، مار راحت لفواز، فواز بعرض الملعب يلعب كرة رائعة، وأحمد عبدو تسديد، والعمري ورونالدو يستعد للدخول في شوط المباراة، قريب للدخول في شوط المباراة الثاني
في مكان عبد الفتاح آدم. مباشرة عند إيفر بانيجا، بانيجا يلعب كرة عرضية، فواز صقور إلى فرصة لتركي، مرت الكرة بالكعب، الله 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 على بانيجا، الكرة في الجهة اليمين، فواز نشط، فواز يلعب كرة لتركي، وتركي كرة نصراوية إلى رونالدو، انطلاقة من رونالدو، عبد الرحمن غريب لكن الكرة مبعدة من نواف، يمر الكرة واصلة لصالح النصر إلى رونالدو، مرور وتسديدة كيم سونغ أبعدها لخارج أرضية الملعب، الله على رونالدو، وتألق من كيم سونغ أنقذ مرمى الشباب من أمام رونالدو في مباراة الليلة. الكرة اللعب للنصر إلى عبد الله العبري باكورد، يعني تاليسكا فشل ورونالدو فشل بتنجح، غريب ينقل كرة طويلة إلى رونالدو، جول، القرار براية وتسلل على رونالدو، لحلو بن إبراهيم أكد على قرار حكم المباراة لطفي بكواسة بوجود حالة تسلل على رونالدو، مررها في الجهة اليمين، انطلاقة للشباب، العرضية، هتان هتان بهبري، نواف العقيدي نجح من أمامه في إبعاد الكرة، نجومية في مباراة الليلة مع كيم سونغ، العرضية ثم نواف أبعد، الله الله، تسديدة لخارج أرضيات الملعب، العقيدي هذه المرة أخطأ فيها لكن التسديدة مرت إلى خارج أرضيات الملعب، إلى ركلة على الجهة اليمين، مرت إلى صقور، العودة للقحطاني والتسديدة من القحطاني إلى خارج أرضيات الملعب إلى ركلة مرمى، رونالدو مرها السريعة إلى فوفانا، فوفانا إلى رونالدو، هجمة سريعة خاطفة وتسديدة من رونالدو إلى خارج أرضية الملعب، ما تخطي مع النصراويين، كراتهم سريعة، خطأ باتجاه رونالدو، رونالدو من اليسار، واحد ضد واحد مع حسان تنبكتي، نجح غريب، غريب، عدى انطلق غريب، لعب عرضية ساقطة بالرأس مبعدة من الفرصة الأخيرة في الثواني الأخيرة ورونالدو، الكرة من حائط الصد لخارج أرضية في الدفاع الشبابي، لكن الشباب هو من يجد الثغرات، الكرة طالت على بهبري.